بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار في الالعاب الاخرى اللي حصلت داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. ده بيكون في النص الاولاني من حلقتنا، النص الثاني بيكون معنا في فقره حواريه. النهارده طبعا مفيش حديث غير عن كره اليد وانجاز كره اليد اللي حصل وتاهلنا من مجموعتنا كوصيف المجموعه بعد الدنمارك. فطبعا كل مصر بتتكلم عن كره اليد وتجربه كره اليد، فكان لازم يكون معانا نجم كبير طبعا من كره اليد عشان نعلق طبعا. ودي لقطات للمنتخبنا العظيم، الرجاله بجد طبعا اللي نجحوا يتاهلوا كوصيف وتعادلنا في النقط مع الاول والثاني والثالث، وهحكي لكم قصه جت ازاي وتاهلنا ثاني ازاي. بس طبعا لازم يكون معانا نجم كبير، نجم من الجيل الذهبي، نجم يعني لا يقل ابدا من عن النجوم اللي انتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي. كابتن ياسر لبيب هيكون معانا في النص الثاني من حلقتنا، هنتكلم عن كل حاجه وتوقعاته. عندنا ماتش المانيا القادم في دور الثمانيه، اكيد ليه توقعات، اكيد ليه حسابات فنيه. كابتن ياسر لبيب اسم كبير جدا الحمد لله، يعني بنشكر ربنا ان هو احد كمان ابناء النادي الاهلي وعمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي، وكمان هيكون ليه اراء النهارده. اتمنى حضراتكم تتابعونا وتشوفوه. هنروح معاكم قبل ما اروح للاخبار، عندي بعض المواضيع المهمه اللي عايز اتكلم فيها. اول حاجه تجربة كرة اليد، تجربة كرة اليد تجربة زي ما بيقولوا قدوة. كرة اليد على مدار ال 20 30 سنة اللي فاتوا نتائجهم أو نتائج كرة اليد منتخبات، طبعا بتكلم عن منتخبات وأكيد كمان الأندية على المستوى الأفريقي، نتائج يعني أفضل نتائج في الألعاب الجماعية. تجربة كرة اليد نتمنى إنها تتعمم على كل الاتحادات. ليه ما يبقاش عندنا فريق جماعي واثنين وثلاثه كويسين زي كره اليد؟ حتى كره اليد لما بيحصل دروب في مستوى جيل معين، ده وضع طبيعي، ما بنبعدش قوي، يعني بتلاقي حتى انت ستيل لسه في الصوره، ستيل لسه موجود ولسه ليك قوتك وبتاع لغايه ما بيجي جيل تاني يقف على رجله. والحقيقه في مميزات كتيره جدا في اسره كره اليد بيعملوها، وهي تتابع الاجيال. مثلا تتابع الاجيال، ده ماتش السويد طبعا اللي فزنا بيه واللي كان ليه طبعا اهميه قصوى ان احنا دخلنا تاني المجموعه. تتابع الاجيال، يعني يجي اتحاد ورا اتحاد بيمشي على نفس السياسه، لعيبه ورا لعيبه تمشي على نفس الفكر ونفس الروح ونفس الاداء. تتابع الاجيال، مفيش حد بيجي زي ما بيقولوا كاتحاد يهدم اللي قبل منه عشان يبني هو، لا بيكمل على اللي قبل منه، بيحطوا سياسات طويله 5 و10 و15 سنه واللي بيجي بيلتزم بيها. ليه؟ ليه ما نعملش كده في كل الاتحادات؟ حاجه ثانيه، دائما ابدا نتيجهم مشرفه، وحتى زي ما قلت في البدايه حتى لو جيل ضعيف بتلاقيه دايما ماسك نفسه، ما تلاقيش الدنيا تبعد وتفرط تلاقينا بعدنا خالص، مثلا خدنا رابع خمس افريقيا، لا ما بتلاقيش كده، بتلاقي دايما احنا قريبين. طيب المسابقات بتاعه المسابقات المحليه بتلاقي افكار جديده، يعني اول من عمل دوري مرتبط كان كره اليد وخدتها منها اتحادات كتير تانيه. اول من عمل اعمار سنيه معينه ويبقى في اعمار سنيه معينه هي اللي تشارك في المباريات والدوري ده باعمار ده ليه؟ عشان يزق اجيال صغيره، كان كره اليد. يعني قصدي اقول لكم ان كره اليد عندها افكار، الافكار دي في الاخر بيجنوا ثمارها بعد سنه اتنين ثلاثه حسب تخطيطهم. طب ليه ما يتعملش كده في كل الاتحادات؟ عايز اقول حاجه تانية على مستوى المنتخبات، منتخبات كره اليد بتلاقي حتى في لائحه او في قائمه بتتحط قبل الموسم بيقول لك دي قائمه لعيبه دوليين، وما بيسمحش الفرقه تتعاقد مع اكتر من لعيب دولي عشان ما فيش فرقه تجمع كل لاعبتها الدوليين. مصر واليابان ده ماتش، لقطات من ماتش مصر واليابان، ما يبقاش فرقه تجمع 4 5 6 لعيبه دوليه في مركز واحد، الاعب لعيب واحد او اثنين منهم واخسر الباقيين. يعني حتى في اللائحه دي كمنتخبات هم سباقين، والغريبه ان ما فيش اتحادات خدتها برغم انها ناجحه جدا. يعني دايما هتلاقي في كل الانديه حتى نادي طلاع الجيش، نادي سبورتنج، هتلاقي لعيبه دوليين. طب ايه السبب؟ السبب ان هو ما خلاش انديه يعني تاخد لعيبه دوليين كلها في فريق واحد، وانت تبقى كده خسرت كل اللعيبه الدوليين. افكار جديده. طيب عشان نبقى حقانيين ونبقى بنتكلم كلام مظبوط، كره اليد معقلها فين؟ اوروبا. اسيا ضعيفه جدا في كره اليد، امريكا الشماليه والجنوبيه ايضا ضعيفه جدا في كره اليد، استراليا نفس الكلام. اذا احنا بننافس اوروبا والدايره ضيقه شويه، فاذا عشان اطبق الكلام ده في كره القدم او في السله او في الطايره محتاج ابذل مجهود مضاعف، محتاج ابذل مجهود مضاعف. ليه؟ عندك مثلا لعبه زي كره السله هتلاقي امريكا الشماليه والجنوبيه مليانه، عندك بورتوريكو وفنزويلا وعندك امريكا وعندك البرازيل وعندك الارجنتين وعندك، ده بس احنا في الناحيه الشمال. رحنا على الناحيه اليمين ناحيه اسيا عندك الصين وعندك
إيران وعندك فرق كتير قوية في آسيا، وعندك الفلبين وعندك فرق قوية في آسيا، عندك استراليا، فريق استراليا قوي جدا في كرة السلة، نفس الكلام في الطايرة، عندك اليابان دلوقتي بقت قوية في كرة السلة، عندك كل ده، كل ده في الألعاب التانية، حتى كرة القدم، كرة الطائرة، انت لازم تبذل مجهود أضعاف أضعاف اللي بتعمله. حاجة تانية، اليد لما بيطلعوا يحتكوا بره بيلعبوا منتخبات، أنا ما شفتش منتخب مصر في كرة اليد بيطلع يلعب مثلا بارتيزيان الصربي، نادي في صربيا، ما شفتش ده. إنما في الباسكت تلاقي المنتخب الأول مسافر بيلعب نادي، طب ليه؟ طب ما أنا سافر، أو بلاش الباسكت عشان ما حدش يزعل، خلينا مثلا في كرة اليد، كرة القدم برضو نفس الكلام، كرة الطائرة ما ألعبش مع أندية، أروح ألعب مع منتخبات. لان اليد لما قبل ما اروح بطوله طوكيو راح عمل ايه؟ راح لعب المانيا، وراح لعب اسبانيا، ولعب فرنسا، لعب 5 ماتشات مع منتخبات موجوده في الاولمبياد وليفل 1. يعني قصدي اقول لكم انه انا لما اطلع بره ليه ما اعملش الاحتكاك دي؟ ليه دايما احتكاكي بيكون ضعيف؟ اليد بيدوروا دايما على ليفل 1 يلعبوه، وعلى فكره ده بيكسر حاجز الخوف. اللعيبه اللي انتوا شايفينها دي، سواء علي زين، سواء يحيى، سواء الدرع، كل اللعيبه دي ما لعبت قصاد لعيبه العالم دول كلهم، ما بقاش في رهبه، انا ماسك ده زيه راس براس، فلازم انا اتعلم من تجربه كره اليد. والحقيقه احنا بنناشد كل الاتحادات انها تدرس الفكره، مش عيب، مش عيب ان انا اتعلم من الناجح، مش عيب اتعلم من الناجح وش بيعمل ايه واطبق اللي عندي، بس بدراسات وما يناسبني. لان طبعا قلت لكم منافسه في الطايره والقدم والباسكت منافسه صعبه، كل العالم بيلعبها مش اوروبا بس. طيب خلينا نروح لظاهره عايز اتوقف عنها شويه. في دلوقتي طبعا انتوا عارفين اولمبيات الباسكت دلوقتي بيلعبوا الارجنتين، من الفرق الكبيره جدا اللي حصلت على كاس العالم مرتين، الجيل اللي بيلعب دلوقتي منهم ناس لسه موجوده. في لاعب انا عايز اتكلم عنه، لاعب اسمه سكولا. اللاعب ده عنده 41 سنه، 41 سنه سكولا. سكولا ده احسن برغم سنه 41 سنه، برغم ان هو اهو دي صورته، بس يا جماعه خلوا الصوره دي شويه. الصوره دي اولا هو مش بدقن وشعر ابيض كده، ده الاتحاد الدولي. انا جايب الصوره دي منين، او احنا جايبين الصوره دي منين؟ من على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكره السله، الصفحه ذات العلامه الزرقاء، هم جايبينه وحاطين له دقن وشعر. طيب مين الشعر ابيض يعني؟ طيب مين اللي معلق تحت ده؟ ايجور، ده لاعب كره قدم. كاتب يقول ايه؟ كاتب يقول وان داي انه في لعيب اسمه كامبازو، لعيب بيلعب دلوقتي اصغر منه، ولعيب تاني اسمه نيكولاس، لعيبة الصغيرين اصغر منه ب 15 سنه، هو عنده 41 سنه، اللعيبه دي عندها 28 29 30 سنه. بيقول في يوم من الايام اللعيبه الصغيره دي هتعتزل، ومش وسكولا ده مش هيلاقي اللي يبصيله. يعني سكولا هم هيعزلوا، هيعتزلوا قبل منه، ريتاير وكده وبتاع، وهو هيفضل في الملعب مش هيعتزل، فمين هيبصيله؟ هو طبعا بيضحك وبيهزر طبعا ان سكولا قدامه عشرات السنين ان هو يفضل في الملعب بالمنظر ده، يعني يلعب 10 سنين كمان، يعني ما فيش مشكله خالص، وان اللعيبه الصغيره هتعتزل قبل منه مش هلاقي حد يبصيله. طيب ارقامه ايه في في في, في الاولمبياد؟ ارقامه بيحط في كل نقطه، في كل ماتش 19.6، يعني نقول 20 نقطه في الماتش، 50% الفيلد جول نسبته، يعني كل محاولاته على الباسكت بيجيب منها 50%، ودي نسبه عاليه جدا. لعب 5 اولمبيات، اللاعب ده لعب 5 بطولات، بطوله اولمبياد 5، 41 سنه و5 بطولات اولمبياد، يعني بيلعب وهو عنده 21 سنه او 20 سنه بيلعب اولمبياد وعمره 41 سنه. طيب هوريكم صورته بقى، دي صورته وهم عاملين يعني يعني حاجه زي فانتزي كده او كوميديا. هوريكم صورته الحقيقيه، هاتوا لنا الصوره الثانيه كده يا جماعه، دي صورته الحقيقيه بقى، دي اخر صوره ليه وهو بيصوب في احد المباريات. صورته يعني باين عليه السن، بس مش بدقن وشعر ابيض جامد كده، فدي صورته. طيب ده انا بعتبره اسطوره الاساطير. ليه اسطوره الاساطير؟ اولا اللاعب ده عمل، لعب في الام بي اي حوالي 12 سنه، لعب في اقوى دوري في العالم 12 سنه وفرقه قويه جدا. طبعا انا عايز حلقه كامله عشان اتكلم عنه. اللاعب ده مش بس لعب 12 سنه على مستوى المنتخبات، واخد مع منتخبات بلاده 2 كاس عالم. يا جماعه الاسطوره لازم يكون عمل مع النادي بتاعه او على المستوى الشخصي نتائج جامده جدا، وعلى مستوى المنتخبات، وعلى مستوى المنتخبات برضه نتائج جامده. ده الاسطوره، انه راجل حتى وهو على السن ده. وعلى فكره انا عايز اقول لكم، منتخبات الارجنتين والدول دي انت لما بتروح تشارك مع المنتخب ما تاخدش فلوس، يعني هو بيلعب ما بدون مقابل، بيلعب منتخب بلده عشان هو شايف ان شرف ان يلعب مع منتخب بلده في السن ده، وهو لو اعتذر ما حدش هيقول له حاجه. فالاسطوره لازم بيكون عمل مع مجد شخصي لنفسه، اسامي والقاب، ونفس الوقت مع منتخبه، وفي نفس الوقت
هو بيلعب 41 سنه واحسن ارقام مع منتخب بلده، كان لازم نجيبه قدوه لكل اللاعبين. خلينا نروح لاخبارنا ونبتدي اول خبر بكره اليد في النادي الاهلي. كره اليد سيدات، انتوا عارفين طبعا ان تم تضعيم الفريق والحمد لله ما هو ما فيش منتخب سيدات، فالحمد لله الفريق كله متجمع وبيتمرن. فكابتن يحيى يوسف قرر رفع الحمل البدني للاعبات خلال الفتره اللي احنا فيها استعدادا لبدايه طبعا الدوري الممتاز. الدوري لسه ما تحددوش ميعاد طبعا، بس باللي احنا شايفينه كده هيبقى اخر 9 وبدايه 10 باللي احنا شايفينه بالاشتراكات الدوليه. طبعا الفرقه السنه اللي فاتت حققت الثلاثيه بطوله القاهره دوري كاس، وبالرغم من كده النادي الاهلي دعمها، كاميرا الابطال كانت موجوده في تمرين الفريق. عملنا التقييد، نشوف ارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله السنه دي بادئين من 3 اسابيع، وقبل ما بلدينا عملنا اجتماع للبنات وكده، ان السنه دي طبعا اكيد الموسم هيكون مختلف جدا عن السنه اللي فاتت، وزي يبقى عندهم الحافز كمان ان هو يبقى بطل تاني. هو الحمد لله السنه اللي فاتت حققنا 3 بطولات بعد 8 شهور من الاخفاقات. احنا السنه الموسم اللي قبل اللي فات ده كنا عندنا اخفاق في 3 بطولات، فالحمد لله بعد 8 شهور رجعنا طبعا 3 بطولات دي، فده الحمد لله كان عامل مهم جدا ونفسيا. بس البنات طبعا اكيد وجهاز تعبوا جدا ان انت بعد 8 شهور ترجع كل الكلام ده طبعا، فده كان كلامنا معاهم ان الموسم السنه دي هيكون صعب جدا جدا اكتر من الموسم اللي فات، ان كل الفرقه طبعا بتستعد لك وانت او بتجمد نفسها بلعبات او تغيير مدربين او الحاجات كلها، فالحافز او العامل الفني والبدني للفرقه كلها اكيد في تغييرات، فلازم الموسم السنه دي يكون صعب عن السنه اللي فاتت. احنا جبنا مدرب احمال جديد اسمه كابتن احمد الدعور، هو متخصص في الاحمال وكمان محاضر دولي في الحاجه دي طبعا، ان الاحمال والتدريب والحاجات كلها بيختلف كتير جدا في العالم كله اصلا دلوقتي، لازم تشتغلي بأسس علميه شويه والحاجات كلها مش يعني مش اي حاجه وخلاص، فطبعا لازم يكون عندك الحته دي. ما يكون عندك مدرب احمال شاطر وفاهم بتفرق كتير جدا مع الفريق، زي في كره القدم بيفرق اللعيب من اللعيب ان هو المدرب الاحمال بتاعه او شغال على اسس علميه فبتفرق كتير. فاتمنى ان شاء الله ان هو يبقى معانا كويس السنه دي وكده وربنا يكرمنا بيه. يعني احنا عندنا بدايه بطوله القاهره يوم 24/8، عندنا المفروض 8 مباريات قبل الماتش كده، هو المفروض محدد مع الشمس، بس عندنا 8 مباريات في 24 يوم، فضغط كبير ان احنا نلعب سبت وثلاث طبعا. هو ضغط وفي نفس الوقت منها استعداد للدوري، ان احنا كده كده كنا هنعمل ماتشات وديه 3-4 ماتشات، فهي جت في 8 ماتشات وكده، مفيش مشكله ان احنا عندنا اول ماتش مع نادي حلوان يوم 24، وهنستعد شويه شويه بحيث كمان اللعبات تخش فورمة المباريات كده، وربنا يكرمنا السنه دي ونحقق 3 بطولات ان شاء الله. احنا بادئين سيزون من شهر 6 الحمد لله، اخر شهر 6 هنقعد ان شاء الله قدامنا لحد 24/8 هنبدا بطوله المنطقه. عاملين فترة اعداد، كابتن يحيى طبعا شغال معانا كويس جدا، وجبنا مدرب احمال جديد وشغالين جيم، يعني تقريبا 6 ايام في الاسبوع شغالين 3 ساعات كل يوم، وان شاء الله يعني نفسنا ان احنا نعمل انجاز زي السنة اللي فاتت ان احنا ناخد الثلاث، هو ده العادي بتاعنا طبعا، بس ان شاء الله يعني ان احنا نفسنا ناخد 3 بطولات تاني ونبدا ان شاء الله ببطولة المنطقة يعني اول بطولة. احنا مش مكتفين خالص بال3 بطولات اللي فاتوا، بالعكس احنا عايزين اكتر، فاحنا بنستعد من اخر 6 بنستعد لان احنا نقابل اول حاجه بطوله المنطقه ان شاء الله في اخر شهر 8 تالي 24/8، وبنتجهز الفيتنس او ازاي احنا ما اتضاف علينا كابتن احمد دعور مدرب الاحمال، فماشي معانا كويس قوي طبعا بقياده كابتن يحيى، هما الاثنين بينسقوا مع بعض ازاي يخلوا عندنا الفيتنس اعلى شويه، اعلى من السنه من السيزون اللي فات، عشان نقدر ان احنا نقابل بقى الفرق الثانيه او كده، وان احنا نقدر ما يبقاش نفسنا مثلا النفس فيه مشكله او كده، لا نكمل من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. اتضاف طبعا معانا سلمى كانت جايه هي من نادي اكتوبر، اتنقلت راحت نادي الجزيره، جات لنا النادي الاهلي، اضافه كويسه جدا. معانا طبعا سندس من السنه اللي فاتت، فيعني كل حاجه ماشيه الحمد لله كويسه قوي، فان شاء الله نعمل سيزن ده كويس وناخد 3 بطولات زي السنه اللي فاتت ونفرح جمهورنا زي السنه اللي فاتت ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم اخبارنا.
طبعا زي ما حضراتكم عارفين كره السله منتخب مصر كره السله بيستعد لبطوله افريقيا. بطوله افريقيا دلوقتي بقت زي بطوله شرفيه كده زي كره القدم، ما بتاهلش لاي منافسات دوليه سواء اولمبيات او سواء كاس عالم. بطوله افريقيا كمان ايام في رواندا، منتخب مصر سافر يعمل اعداد، عارفين طبعا الدوري خلص متاخرا، راحوا عملوا المنتخب معسكر او بطوله لعبوها في الاردن، بطوله الملك عبد الله الثاني اللي بتعمل في الاردن الحقيقه اللي بتتعمل كل سنه، وانا لعبتها يمكن 4-5 مرات. ثلاثي النادي الاهلي عمرو الجندي وعمر طارق وهاب امين بيشاركوا هناك، والحقيقه عملوا ارقام كويسه جدا وساعدوا بشكل كبير لتاهل المنتخب للنهائي اللي خلص منذ لحظات، وللاسف خسرنا 72-71 خسرنا يعني بعد اداء يعني مش جيد من المنتخب 72-71 فرق 19 نقطه هي في سكور الحقيقه من منتخب الاردن، يعني نتيجه زعلتنا يعني. بس الشوط الاول كان خلص 40-39 لمصر، 40-39 لمصر، يعني معنى كده ان مصر كانت ماشيه كويس. هو الثالث والرابع او النص الثاني من المباراه اللي هو الكوارتر الثالث والرابع حصل انهيار تقريبا يعني 92-71. بس هارد لك ما فيش مشكله، دي يعني اكيد كابتن احمد مرعي بيجرب اللعيبه وبيجرب كل المشاركين اللي هيشاركوا او هيختار منهم اللي هيشاركوا في بطوله افريقيا. طبعا كان في احنا دي ثاني هزيمه، احنا خسرنا من تونس في مباراه في المجموعه كانت تحصيل حاصل، ورجعنا كسبنا تونس ثاني يوم في قبل النهائي، يعني ما كانش في اي يعني مشكله في خساره اولانيه، ولكن الخساره الثانيه الحقيقه فاجئتنا كلها، الماتش لسه خلصان من لحظات. البطوله بتاعه افريقيا للمنتخب هتبقى في رواندا، ورواندا الحقيقه عندهم ملعب وعندهم صاله حلوه جدا وتعمل عليها البال الباسكتبول افريكان ليج وحاجه زي الام بي اي كده، حدث ولا حرج. مصر مين مجموعتها؟ تونس، غينيا، افريقيا الوسطى. كل التوفيق لمنتخب مصر لكره السله الحقيقه، نتمنى له التوفيق، وللرجال والسيدات. السيدات كمان نجحنا ان هم تاهلنا ثواني او ثاني المجموعه الخامسه، تاهلوا لبطوله افريقيا يلعبونا، نتمنى لهم كل التوفيق. هنروح لكره الطائره سيدات، طبعا في اطار ده تصريح كابتن رؤوف عبد القادر، في اطار حرص كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره على دعم الالعاب الاخرى كلها. زي ما انتم عارفين الكره الطائره حصدنا الكاس والدوري والكاس، ولكن دي مش النهايه، حصل تدعيم. ايه خالد وهاني عبد الله مضوا مع النادي الاهلي عقد 4 سنوات، عقد يمتد لمده 4 سنوات، وقادمين من او قادمان او يعني قادمين من نادي الشمس. طبعا اكيد اتنين اضافه، يعني صانع العاب وكمان مركز ثلاثة. كابتن حمدي صافي شايف انه محتاج لهم، رفع التقرير او رفع طلباته للنشاط الرياضي، النشاط الرياضي جاب له ابروفال او جاب له موافقه مجلس اداره، وتم التعاقد مع اللاعبتان، وان شاء الله يكون اضافه قويه جدا. زي ما انتم عارفين احنا ما شاء الله يعني في كره الطائره احنا في حته ثانيه، ولكن التدعيم مستمر ومكملين يعني في التدعيمات كمجلس اداره، اكيد ده فكره عشان نفضل محافظين على هذا الانجاز ان شاء الله. هنروح ل طبعا دي اخر اخبارنا، او الخبر هنقول ده اخر اخبارنا في التنس الارضي. التنس الارضي في النادي الاهلي من الالعاب اللي شافت طفره الفتره الاخيره، ناشئين 16 سنه فازوا على هليوبوليس الشروق بنتيجه 9-0، نتيجه كبيره، والماتشات كانت اتلعبت في اهل الجزيره. طب النتيجه دي جت ازاي؟ الفردي فزنا فيه 6-0، والزوجي فزنا 3-0، مجموعهم 9-0، يعني كويس. ده طبعا في اطار الدوري العام او الدوري العام للانديه كلها، نتيجه كويسه، نتيجه يعني زي ما انتم عارفين طبعا الشروق هليوبوليس من الـ من الـ من الانديه اللي فيها التنس حلو، يعني راح هليوبوليس الشروق عندهم ملاعب تنس كبيره مش قليله. ده طبعا اللقطات او يعني صوره من الملعب اثناء البطوله، وترأس جهاز التنس بالاهلي كابتن طارق صبحي، ومعاه كابتن محمود عبد المبدي المدير الفني، واحمد منير مدرب عام، واحمد صوفي مدرب للياقه البدنيه، واحمد عبد الغني مدير اداري. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الماتشات، سجلنا التقرير اتفرج عليه بحضراتكم وارجع تاني. احنا عندنا السنة دي بينافسنا طبعا كالمعتاد، مش السنة دي فقط، نادي الصيد ونادي الجزيرة، نادي وادي دجلة وسماش وجزيرة الورد وهليوبوليس وسبورتنج من اسكندرية. احنا الحمد لله السنة دي بناخد تجربة جديدة، ان احنا بنعتمد على ابناء النادي من اللاعبين في اعلى المناصب، منصب المدير الفني او منصب المدير العام، اسندناهم لابناء النادي يعني الشباب.
ولغايه دلوقتي احنا ماشيين كويس بحمد الله وحققين نتيجه كويسه وتخطينا الدور الاول وان شاء الله هنخش الادوار النهائيه في شهر سبتمبر القادم. بدانا دلوقتي دوري 12 سنه، البنات حققوا مركز ثاني، الولاد ما حالفهمش حظ يعني في دور المجموعات وخسروا ماتش، بس الحمد لله كسبوا ماتشاتهم بعد كده كلها. دلوقتي بنلعب دوري 16 سنه ناشئين وناشئات، الحمد لله صعدنا بالولاد خلاص للسيمي فاينل، البنات عندهم ماتش النهارده ان شاء الله وربنا يكرمهم نصعد بيهم برده سيمي فاينل ان شاء الله. بعد كده هيبقى عندنا دوري 14 سنه ورجال وسيدات. الحمد لله على المستوى المحلي البطولات الجمهوريه حققنا يعني بطولات كتير السنه دي الحمد لله، مركز اول على مدار بقى المراحل كلها من اول 12 لحد عمومي رجال وسيدات. بالنسبه للعمومي ان شاء الله رجال وسيدات هنلعبه في اخر السنه ان شاء الله في شهر 12. والله بطوله الدوري الموسم ده مختلفه عن بقيه المواسم اللي فاتت، لان احنا الموسم ده بنلعب ايفنت واحد بس، فنلاقي ناس قليله شويه، ف يعني السبيريت بيبقى قليل، بس احنا بنحاول دايما كفرقه تحت 16 سنه مع بعض بنحاول دايما نشجع بعض، ان احنا عشان دايما احنا في النادي الاهلي هنا دايما طموح عندنا بيبقى اعلى شويه من بقيه الطموحات. بس يعني الموضوع يعني اختلف عن زمان كتير، ان احنا كنا بنبقى النادي كله مع بعض، كل الايفنتات كل الاعمار السنيه، فانت كنت تلعب وانت مثلا تحت 16 سنه تلاقي بقى واحد مثلا من الرجال او حاجه بيجي يشجعك، في الموضوع كان بيبقى مختلف تماما. والله هي بطولة قوية جدا السنة دي، بنلعب تحت 16 سنة، عندنا منافسين كتير من كل حتة في مصر، بس إن شاء الله احنا قدها يعني، كل المنافسين بالنسبة لنا زي بعض، ويعني النادي الأهلي ما بيعرفش إن هو يخسر أو إن هو يطلع تاني، كل المنافسين بالنسبة لنا واحد، هنخش هنكسب هنطلع الأول، ما عندناش تاني يعني، أول إن شاء الله. والله كابتن محمود يعني عامل معانا دور مرعب يعني، فعلا الموضوع بالنسبه له اكيد صعب لان هو شايل مسؤوليه كبيره، واحنا يعني بنحبه كلنا ويعني هو وكل الجهاز الفني كله حتى الاداريين، يعني المكان هنا حتى تخش الناس بتشجع عايزين نعمل حاجه وان شاء الله هنعمل حاجه. السنه دي كنا بنلعب هو ايفنت واحد، مش زي السنين اللي فاتت كنا بنلعب كذا ايفنت في يوم واحد، كان بيبقى كل الايفنتات بتلعب 12 و14 و16 ورجال و18، فكان ده بيدي روح اكتر للاعبين، واحنا بنلعب بيبقى في زي روح كده طول اليوم، بيبقى في تشجيع طول اليوم، لو في ماتش مزنوق او اي حاجه بنبقى كلنا وراه. فالموضوع مختلف شويه السنه دي، ان احنا بنلعب ايفنت واحد بس برده في نفس الروح ما بيننا، والماتشات ان شاء يعني الحمد لله كسبنا النهارده، يعني الحمد لله لسه كسبانين ولسه هنلعب ماتشات الدبل. النادي الاهلي هو كده، انا كلنا بنلعب في النادي الاهلي من زمان، طموحاتي ان شاء الله ان احنا نكسب الدوري، احنا الحمد لله معانا فرقه كويسه جدا، والحمد لله احنا بنلعب كويس، كله بيتمرن وكله مركز في الدوري، وان شاء الله نكسب الدوري ونكسب السيمي فاينل والفاينل ان شاء الله وناخد درع الدوري. لا انا شايف بطوله الدوري ان هي متنظمه كويس جدا، وان الملاعب متنظمه والمدربين والكابتن محمود مدي منظم ده بشكل كويس، والحكام طبعا الحكام على مستوى عالي جدا. اقرب منافسين للنادي الاهلي طبعا نادي الصيد ونادي سبورتنج، دول المدير الفني طبعا هو بيشجعنا جدا وبيحفزنا، وان هو دايما ما حتى اللي بيكسب بيشجعه واللي بيخسر برده بيشجعه انه يقدم في الماتشات الجايه. خبر التنس الارضي كان اخر خبر لينا داخل جدران النادي الاهلي. هنروح محليا، وزي ما اتكلمنا اول حلقه كره اليد طبعا ابرز الاحداث المحليه، طبعا تاهلنا كوصيف مجموعتنا، تعرفين طبعا مجموعه مصر كانت مجموعه صعبه، هي فيها ست فرق والمجموعه الثانيه فيها ست فرق، مجمل 12 فريق بيتاهل اربعه قصاد اربعه. طبعا حصل لعباك النهارده وحصل كلام كتير، الدنمارك السويد كسبت الدنمارك، فقال لك طب الوضع الدنيا تتكعب، لا الدنيا زي ما هي عادي جدا، الدنمارك اول مصر تاني السويد تالت. طيب ليه كده؟ هقول لكم، الدنمارك كسبت ماتش وخسرت ماتش، وكلنا او كلنا خسرنا ماتش وكسبنا ماتش، بس كلنا معانا 8 نقاط، يعني الدنمارك معاها 8 مصر 8 نقاط السويد 8 نقاط. اللعبه فين بقى؟ اللعبه في الاهداف اللي جبتها واللي جت فيك. فهنلاقي الدنمارك ليها موجب 2، ليها هدفين،
مصر صفر. يعني ايه صفر؟ يعني اللي دخل فيها فرق الاهداف عن اللي جابته ماينس 5 وبوزيتيف 5، فبقى يعني مجموعهم صفر. ده بتكلم على المقارنه ما بين الثلاث فرق، المقارنه ما بين الثلاث فرق، عشان على فكره الثلاث فرق التانيين حصل فيهم نفس التريك دي، والبحرين اتاهلت بناء عليه. فعندنا السويد عليها، احنا قلنا الدنمارك بوزيتيف 2 او موجب 2، مصر صفر، السويد ناقص 2. يبقى كده الترتيب دنمارك مصر السويد. وكان في يعني حاله واحده فقط اللي كان ممكن فيها تكعبل الدنيا، بس ده صعب تحصل، يعني ما تحصلش غير باتفاق بفرقتين مع بعض، وده طبعا مستحيل. نخش على الثالثة اللي تحت، البحرين اتأهلت بنفس القصة، البحرين واليابان والبرتغال كل واحد يعني كسبان عنده عدد نقاط متساوي. الأهداف وقصة الأهداف دي طلعت البحرين طبعا دور الثمانية، بنقول لها ألف مليون مبروك، منتخب عربي شقيق إنه يتأهل لدور الثمانية في الأولمبياد، ده إنجاز كبير، بنقول لهم ألف مليون مبروك وكل التوفيق. طبعا المنتخب مصر هيلعب ألمانيا إن شاء الله يوم الثلاثة الصبح، منتخب قوي، ده المنتخب الجماعي الوحيد اللي فاضل في الأولمبياد. نتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا في مع المانيا، والبحرين تقريبا هتلاعب كمان فرنسا، ربنا معاهم يا رب. كل التوفيق لمصر والبحرين في دور الثمانيه. طبعا بفكركم ان المنتخب بيضم ثلاث لعيبه من النادي الاهلي، هم محمد عصام الطيار وابراهيم المصري واحمد عادل، والثلاثه ليهم دور كبير جدا مع منتخب، وده مدير فني منتخب اسبانيا باروندو، راجل اثبت وحفر اسمه من ذهب في مصر، يعني هتظل اجيال كتيره تفتكره، وخليكم فاكرين الكلام ده. يعني هو سنه صغير، فممكن يعني حتى لو راح وجاي هيروح ويجي على منتخب مصر كتير، فبتهيألي المنتخب ده او الراجل ده او المدير الفني ده عمل شغل كويس قوي مع منتخب كره اليد، ونجح بشكل كبير يغير طريقه لعبهم. طيب هنروح لبرضه الاولمبياد، زي ما احنا في طوكيو مش بس الميداليات هي اللي بتبقى المعيار الوحيد، لا ممكن تحقق النتيجة، وعايزين ناخد الناحية الإيجابية. يعني ممكن يكون في عندنا لعيبة أول مرة تشارك حققت نتائج كويسة، أبني على اللعيبة دي، لعيبة سنها صغير، عندي الأولمبيات اللي جاية على فكرة مش بعيدة 2024، يعني هتتعمل في ميعادها، مش هتتعمل كمان 4 سنين، يعني كمان 3 سنين هنغمض ونفتح، هنلاقي الأولمبيات اللي جاية على الأبواب، فلازم من دلوقتي أبتدي أبني. والجمباز الحقيقة من الرياضات اللي عندنا ملك حمزة وسيف آسر لعيبة منتخبنا الوطني لجمباز الترامبولين، قدموا مستوى كويس وخدوا المركز التاسع، خدوا المركز التاسع، وده طبعا اللي بيتأهل النهايات كانوا الثمانية الأول والثمانية. عندك مثلا ملك حققت المركز التاسع وكانت قريبة جدا من الصعود للنهايات. عندك سيف آسر كان حقق المركز العاشر وبرضه كان قريب انه يطلع النهايات. طب اللي بيطلع النهايات أول ثمانية، فكان قريب، يعني معنى كده اللعيبه دي او ملك حمزه وسيف آسر لعيبه صغيرين في السن وعملوا الانجاز ده في اول مشاركه اولمبيه ليهم. طب مبني بقى ابتدي ابني على دول واديهم بقى كاتحاد كل الدعم، واحنا واثقين طبعا في الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد انه هيعمل اعداد للعيبه دي، او طبعا لملك حمزه وسيف آسر هيعمل لهم شغل كويس لان هم صغيرين في السن. ويا رب خلينا نفتكر ممكن اولمبيات اللي جايه ان شاء الله في 2024 ناخد ميداليه باذن الله. هنروح لتنس الطاوله، تنس الطاوله يمكن فيه عمر عصر طبعا حقق انجاز كبير جدا، وزي ما شفنا صورته على صفحته وهو قاعد جنب رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه توماس باخ، وحضر معاه النهائي وهو جابه قعده جنبه من تقديرا لدوره وادائه الجيد. منتخب مصر للتنس للاسف ودع منافسات الفرق سواء على صعيد الرجال او السيدات في اولمبياد طوكيو من دور ال 16. منتخب الرجال خسر من المصنف الاول الصين 3-0، ده طبيعي. والمنتخب كان بيتكون من عمر عصر واحمد صالح وخالد عصر، وزي ما انتم عارفين الصين محتكره تنس الطاوله. ولو رحنا للسيدات خسر من رومانيا بنفس النتيجه 3-0، والمنتخب بيضم بدينا مشرف وفرح عبد العزيز يسرى اشرف حلمي، وكده انتهت مغامره تنس الطاوله في اولمبياد طوكيو 2020. خلينا نروح للمصارعه، المصارعه عندنا ثلاث مصارعين للاسف لم يوفقوا النهارده في المنافسات، عندنا حمزه ومنيع وفهمي خرجوا النهارده الثلاثه من دور ال 16. الغريب ان الثلاث لعيبه خسروا قدام لعيبه منتخب روسيا، انتوا عارفين ما بيلعبوش تحت اسم روسيا لان روسيا موقوفه، بس بيلعبوا اللجنه الاولمبيه الدوليه عشان يديهم عشان يديهم الحق ان هم يمارسوا الرياضه يعني او يمارسوا النشاط الرياضي يعني، بس خسروا للاسف الثلاثه. وبعدين لعيبه روسيا ما خسروش او ما كملوش المشوار للنهائي، خسروا، فكده ما لناش حق نخش دور الترضيه. الغريبه ان الثلاثه حصل معاهم كده، بس مصر لسه عندها امل، لسه في 5 مصارعين هيشاركوا في الاولمبيات، ونتمنى ان حد فيهم يحقق ميداليه. احنا طبعا نفسنا ميداليه ذهب، ليه ميداليه ذهب؟ احنا ترتيبنا تقريبا دلوقتي 68 على ما اعتقد يعني. الكلام ده كان النهارده الصبح، ما اعرفش بعد نهايه المنافسات النهارده الوضع كان ايه،
ليه احنا في 68 بعيد قوي كده؟ عشان احنا عندنا 2 برونز. هو بيعمل ايه في الجدول؟ بيرتب الذهب الاول. كل اللي خد ان شاء الله ميداليه ذهبيه واحده وخدت 100 برونز، انت في الميداليه الذهبيه الواحده دي بتتحط في الاول. يعني ميداليه ذهبيه اتقل من 1000 ميداليه فضيه وبرونزيه. بعد ما بيخلص اللي واخدين ذهب يخش على اللي واخدين فضه بس يرتبه. يعني الذهب وزنها كبير او ميداليه واحده هتدخلك هتنططك مثلا بتاع 30 40 دوله. فنتمنى ان احنا بس نمسك في ايدينا ميداليه ذهب. المصارعين بتوعنا عندنا امل، عندنا امل في الكاراتيه جيانا فاروق طبعا بطله العالم 11 مره ولازم نستغلها. ليه؟ لان دي اخر مره هيشارك فيها الكاراتيه للاسف في الاولمبياد. عندنا الدوره اللي جايه واللي بعديها الكاراتيه مش هيشارك، فلازم ان شاء الله كل التوفيق لجيانا. كانت معانا وكانت نفسها طبعا تختتم مشوارها بالميداليه الاولمبيه، ان شاء الله احنا واثقين فيها باذن الله. والخماسي الحديث خليني اقول لكم برضو عندنا مجموعه من اللاعبين جيدين نتمنى لهم كل التوفيق. لسه فاضل 5 أو 6 أيام 7 أيام تقريبا على المنافسات، يا رب نمسك ميداليه ذهبيه. هنروح لسلاح الشيش برضو استكمالا للنتائج الكويسه واللي انا اقدر ابني عليها. رجال سلاح الشيش يحل ثامنا باولمبياد طوكيو. منتخبنا الوطني لسلاح الشيش حقق المركز الثامن والاخير في منافسات الفرق باولمبياد طوكيو واللي بتتلعب دلوقتي. على فكره عشان الفريق ده يطلع كان معجزه. منتخبنا كان خسر في دور الثمانيه قدام منتخب فرنسا بنتيجه 45-34 مش بعيد، وبعدين خسرنا من ايطاليا في الخامس والسادس، وبعد كده خسرنا من هونج كونج 25-41. المنتخب ده فيه 4 لعيبه، فيه الاسطوره بتاعتنا علاء ابو القاسم ومحمد ماهر حمزه ومحمد حسن ويوسف سناء. الاربعه دول لو قدرنا نبني عليهم السنتين ثلاثه الجايين وارد جدا نشوف ميداليه. فاحنا لازم ناخد النهارده طوكيو دي بدايه مش نهايه. طوكيو دي لازم تبقى بالنسبه لنا كمخططين وكناس مسؤولين في الاداره، ان الاداره الرياضيه ان دي تبقى البدايه، نشوف ايه اللي انتهينا عنده ونبتدي نبني. حتى اللي ما كانش يعني هدايا ملاك خدت ميداليه في الاولمبياد ريو دي جانيرو، يعني معنى كده ان كان عندها. ف يعني قصد اقول ان مش نهايه العالم، لازم نبتدي نخطط ونشتغل 3 سنين بس على الاولمبياد الجايه. دي كانت اخر اخبارنا المحليه، هنروح لفاصل عشان استقبل خلاله طبعا ضيفنا ونجمنا كابتن ياسر لبيب. عندنا كلام كتير جدا هنقوله في كرة اليد ولكن بعد فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر كابتن ياسر لبيب. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، وانا سعيد بوجود التواجد معاكم هنا في قناه الاهلي. انت في بيتك والحمد لله على السلامه من الامارات ونورت مصر كلها. منوره بيكم ومنوره شعبها. طب كابتن احنا عملنا تقرير كده نعرف كمان الساده المشاهدين اكتر عن حضرتك، نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. هو أحد أهم لاعبي كرة اليد بالنادي الأهلي على مدار تاريخه، وأسطورة من أساطير اللعبة داخل جدران القلعة الحمراء، وساهم في إعلاء اسم النادي في اللعبة على مدار سنوات طويلة قضاها بين جدرانه، حيث حقق 19 بطولة مع الفريق. استطاع ياسر لبيب أن يخطف عقول وقلوب جماهير الشياطين الحمر ولقبوه ببيبو كرة اليد المصرية، وهو أحد العلامات المضيئة التي ساهمت في رقي كرة اليد داخل جدران قلعة الجزيرة. برز اسمه من اللحظات الأولى له داخل جدران النادي الأهلي منذ أن انضم له في عام 1972 مع الكابتن حمدي رفاعي، ثم تدرج في فريق الناشئين قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول وهو لم يكمل 15 من عمره. وبعد مرور عامين أصبح أحد أهم لاعبي الفريق رفقة المدير الفني حينها الكابتن طلعت شتاء، ثم انضم للمنتخب الأول تحت قيادة البولندي فولار عام 1983. ياسر لبيب اسم له تاريخ في عالم كرة اليد، والأرقام والإحصائيات هي من تبرهن على ذلك. فعلى مدار 27 عاما قضاها لبيب داخل جدران القلعة الحمراء استطاع أن يحصد ما يقرب من 34 بطولة متنوعة مع النادي والمنتخب بين بطولة الدوري وكأس مصر والبطولة الإفريقية والعربية، حيث حصل رفقة المارد الأحمر على لقب الدوري 8 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة الإفريقية 3 مرات والبطولة العربية أبطال الدوري 4 مرات والبطولة العربية أبطال الكأس 2 مرات. واصل ياسر لبيب تألقه مع منتخب مصر وحقق العديد من الإنجازات، فتوج ببطولة الأمم الإفريقية 2 ودورة الألعاب الإفريقية 2 وبطولة العالم العسكرية في مصر
وشارك في دورة الألعاب الأولمبية ببرشلونة عام 1992 وأطلانتا عام 1996 وكان كابتن المنتخب. اعتزل ياسر لبيب كرة اليد في مطلع عام 1998 واتجه للتدريب وعمل مساعدا مع الراحل كابتن جمال شمس في الفريق الأول، ثم تولى العديد من فرق الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن ينتقل لتدريب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، ثم انتقل إلى الإمارات وحصل على بطولة السوبر مع أهلي دبي، واتجه بعدها إلى العمل باللجنة الأولمبية الإماراتية لمدة 8 سنوات في منصب رئيس قسم المؤسسات الرياضية واللجان التنظيمية، والتي نظمت العديد من البطولات الأسيوية والعربية والخليجية، كما كان ضمن فريق عمل الأولمبياد المدرسي والمسؤول عن رياضة القوس والسهم مع الخبير الكوري، وكذلك نشر رياضة الريش الطائرة كألعاب مستحدثة بدولة الإمارات خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2017، كما شغل منصب المدير الفني للاتحاد الإماراتي لكرة اليد. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن ياسر، شايفك وانت بتشوف التقرير تاريخ حافل بصراحه، يعني لا بصراحه كمان يعني صور ذكريات جميله، يعني رجعتنا لايام الماضي، ايام محمد الالفي وعطف عبد الرحمن واحمد جابر، كان جيل جميل ما شاء الله. وخلي بالك يا كابتن، يعني انت من اللعيبه اللي جمعت حاجه صعبه، يعني ناحيه فنيه وانجازات مع النادي الاهلي والمنتخب، وكمان ناحيه اداريه، ويعني يعني مريت زي ما بيقولوا كده بالبلدي في الرياضه، ضربت في خلاط شديد شويه. والله احنا بص يعني طبعا احنا اتعلمنا كتير في النادي الاهلي، يعني انا بدات يمكن بعد بدايه بعد اعتزالي بدات خدتها من تحت من فريق الناشئين اللي هو كان جيل 84، وتدرجت بقى واشتغلت مع كابتن عاصم السعداني، واشتغلت مع كابتن جمال، وبعد كده طلعت انا اشتغلت مع اتحاد كلبه لوحدي مدير فني، وبعد كده رحت اشتغلت مع كابتن جمال شمس الله يرحمه، الله يرحمه، وبعدين كابتن جمال رجع هنا مسك المنتخب، فانا مسكت النادي الاهلي لوحدي الاماراتي وخدت بيهم كاس السوبر، وبعد كده ابتديت بقى اتجه للعمل الاداري، فاشتغلت في اللجنه الاولمبيه 8 سنين، يعني دي برده كانت كان مع سعاده يوسف خبرة سركال كبيره جدا جدا، فاكتسبت خبرات يعني مع المجموعه الشخصيات اللي انا اشتغلت معاها في الامارات، كمان كان ليهم وزنهم حيث. وناس عملت انجازات في الرياضه الاماراتيه بالذات، خاصه يوسف سركال، سعاده يوسف سركال كان رئيس الاتحاد الاماراتي لكره القدم، ويمكن الامارات ما فازتش او خدت بطولات غير في الفتره دي، الفتره اللي هو كان موجود فيها، فتعلمت منهم كتير بصراحه في اللجنه الاولمبيه بالذات، شاركت في عديد من البطولات العربيه والخليجيه والاسيويه، وكان ليك دور اداري فني، فبالتالي كان كنت بتشوف تروح تتفرج على فرق في جميع بقى الرياضات، اقول لحضرتك ما شاء الله سلاح وقوس وسهم، بعدين جيت بعد كده مسكت بقى مع الخبير الكوري مستر كيم، مسكت معاه القوس والسهم، ويعني مش عايز اقول لك انا كنت بقعد معاه وهو بيركب الاجهزه لسه بيأسس بيعمل اجهزه ويقعد فتعلمت كتير بصراحه. اكيد اكيد خبرات كبيره واكيد ان شاء الله الحمد لله مصر استفاد منها. وخليني اقول كمان على الذكريات، نتكلم عن الذكريات، يمكن انا دايما بحب اخش في الحته دي ليه؟ اكيد كان في مدربين ليهم يعني بصمه في حياتك ما تنساهمش، وتقول ان يعني تقعد لما تقعد بينك وبين نفسك حتى وانت بتتفرج على التقرير تقول والله الله يرحمه ربنا يديله الصحه، مين المدربين اللي بيجوا في دماغك اول ما تفتكر الذكريات؟ هو طبعا ما انساش اول واحد كان ليه الفضل عليا طبعا كابتن حمدي رفاعي، ده اللي علمني كره اليد، وانا فاكر ان ساعتها كنت رايح بمضرب تنس طاوله في ايدي، يعني كنت بلعب تنس طاوله في النادي الاهلي برضه فروحت فكلمته قلت له يا كابتن حمدي انا عايز كان عندك كام سنه يا كابتن؟ سألك عن 9 سنين لسه صغير ما شاء الله. قلت له عايز العب يعني عايز العب هاندبول، فقال لي طب انت لعبت قبل كده؟ قلت له لا، قال لي طب تعالى شوط على الحيط، فابتديت خدت الكره، قال لي لا ده خلي بابا يجي بكره، قلت له حاضر كده على طول. كان في كشافين العين حلوه وانت حبيت اللعبه، ما يعني احنا كنا كلنا 12 لعيب بس كان وقتها، تخيل في السبعينات بس وقتها كان منتخب مصر بدا، يعني دكتور حسن مصطفى كان اول من عمل الطفره، كان بدات الطفره ولا انت كنت بتحبها بس مجرد ما شفتها؟ لا لا كانت لسه ما فيش يعني طفرة. هو يعني كنت مثلا كنت بقعد اتفرج على كابتن مصطفى بوسي بكلمك في 73، ايوه لسه في الاول، فكابتن مصعد عباس قاعد بينط بالحبل الله يرحمه،
محسن نور، لا كانت اسامي كبيره بس ما كانش لسه في يعني يمكن ناس كتير ما تعرفش الاسامي ديت، يعني يعني في ناس منهم الناس ما تعرفهم. فانا حبيت اللعبه يعني اللعبه شدتني فمش عايز اقول لك ان انا بعديها بفتره كان دكتور الفيه طلب مني ان انا اروح العب كوره فعلا وقلح عليا يعني في الفتره دي. كان عندك كم سنه؟ كان عندي 14 سنه بعديها باربع سنين كنت انا بالظبط. بس انا كنت ابتديت حبيت لعبه وحبيت المجموعه اللي انا معاها. ما رحتش كوره ليه؟ لا مع الاسف. لا لا طبعا انا يعني انا حبيت الهاندبول واستمريت فيها وعشقتها. يعني انا مش عايز اقول لك ان انا كان في وقت من الاوقات انا كنت بقعد اخترع لعبات العاب بساط وبتاع لحد لدرجه ان كان مثلا كان كابتن عبد العزيز توفيق الله يرحمه كان يقعد يقول لي يا عم ايه الحاوي انت حاوي معانا. انا كنت بحب كده بحب ابدع في اللعبه يعني احب كنت اقعد اتفرج على البرامج بتاعت حتى التعليميه بتاعت الهاندبول اتنفس وارجع من المدرسه الساعه 1 بسرعه عشان الحق البرنامج. كان هو كان بيجي كل يوم حد بس. طب دي رساله للجيل الصغير فاقعد اتفرج عليه يعني دي رساله يعني لازم اللي بيتفرج. لا دي حقيقه ما هو انت اللعيب لو اللعيب ما اشتغلش على نفسه مش يعني هيوصل لمرحله معينه وهيقف صح. فانا كنت عارف امكانياتي ايه. طب مسك العيال كان مين يعني اكيد وانت بتلعب؟ والله انا كنت كل الناس يعني انا كنت احب جدا محمد الف طبعا لان محمد الف كان لعيب جوكر كان يلعب وينج ليفت عالي جدا طبعا وحاجه لا دي يعني ده دي حقيقه يعني من الناس اللي اتعلمت منها كتير. وكل واحد بقى تاني من المجموعه بالظبط بتشوف ايه احسن حاجه عند اللعيب دوت وتحاول تاخدها. اول مشاركه ليك مع منتخب مصر كانت امتى يا كابتن ياسر؟ انا يعني ابتديت مع منتخب مصر 81 ناشئين ولا كبار؟ ناشئين. تحت كام تفتكر؟ اللي هو الناشئين لا كنا لسه صغيرين كنا رايحين اسبوع الصداقه الالماني مصر الالماني كان تحت 16 تقريبا 16 17 سنه يعني في السن ده. لكن بطوله العالم الناشئين أيوة. كان 18 سنه 83 كانت في ايطاليا. تحت كام؟ لا كنا لسه ساعتها لسه خلي بالك انت فتره التمرينات أيوة كلها احنا فاهم هي هي طفرتنا اواخر التمرينات بالظبط. بس انا بقول ليه الكلام ده انا خدت رقم 20 على العالم في الكاد ان كره اليد جت من بعيد كره اليد مش من اول يوم مش من لا لا دي حقيقه يعني لا احنا بهدلنا كتير بصراحه يعني انتوا جايين من بعيد كره اليد والاسر كره اليد جايين من بعيد. طب انتوا بدات دي اول بطوله عالم. طيب اول مشاركه ليك مع منتخب الكبير احنا بدانا مع المنتخب الكبير 83 بعد بطوله افريقيا اللي هي كان فيها الجيل بتاع محمد الالف ومصطفى الاحمر وسعد سمكه والمجموعه دي احمر والد احمد وحسين لبيب والد الاحمر. بعد البطوله ديت ابتدينا ننضم الجيل بتاعنا اللي هو 64 و66 و68 اللي هو حسام غريب وايمن صلاح ابتدينا يخش مجموعات من ديت طيب واول بطوله مع 61 برضه المجموعه بتاعت حسام كان حسام هارون وخدوا مجموعه من الكبار مع مجموعه من الصغيرين وابتدوا يكونوا منتخب. اول بطوله ظهر فيها منتخب مصر 89 يعني 89 مع كابتن جمال شمس الله يرحمك في الجزائر اول دي كانت الجزائر ساعتها واقفه على رجليها جامد كانت الجزائر المجموعه دي صور بتهيألي يا كابتن دي صور دي للفتره دي ولا لا لا يعني ما اعتقدش ان في صور كان بس كان تدمن كان ابتدى تدمن كابتن حسام غريب هنا يا كان ابتدى تدمن يبقى موجود معانا لان هو تدمن في 89 هو جه متفرج على المنتخب ده المدير الفني كان ساعتها 89 كان تدمن لا كان كابتن جمال شمس تدمن استلم منه بعد ما رجعنا من طب احنا خدنا افريقيا خدنا تاني فيها خدنا تاني فيها تاني في افريقيا واول مره انت بتلعب نهائي مع الجزائر وانت ليدنج عن الجزائر طول المباراه خسرت في هدف في الاخر هدف طب حلو جدا ورجعنا هنا بقى 90 91 خلاص بقى يعني ركبنا ركب طب الصوره دي فين يا كابتن؟ ادي واحده فيه لا رجعوها لي تاني الصوره دي كانت 90 في بطوله ابو ظبي الدوليه وكسبناها البطوله ديت دي كانت وديه تمام يمكن دي كانت جمهور كتير وحاضر دي فعلا كان ساعتها كان الهاندبول مختلف طب ودي يا كابتن انا شايف طبعا دي كانت في افريقيا العطار وشايف كابتن حسام غريب انا شايف طبعا بالاسامي وايمن صلاح دي كانت في افريقيا 95 زيمبابوي دي كانت كام كابتن معلش 95 95 بطوله العالم الافريقيه طب ودي مع النادي الاهلي دي مع النادي الاهلي كابتن جابر وكابتن خالد طب قول يا كابتن طب ودي دي كاس دي مع دي نفس البطوله بتاعه ابو ظبي الدوليه لما خدناها كان معانا ساعتها كان ثروت شمس كان موجود معانا طب ودي يا كابتن دي 96 كنا في شتوتغارت في المانيا سباق برضه ولا لا لا دي كانت اعداد لبطوله افريقيا اللي كانت في تونس والبطوله ديت احنا كنا يعني مش عايز اقول لك كان استضافه من الانديه ديت وكانت اول مره
المجموعة ديت يعني طبعا دي لو بصيت على المجموعة هتلاقي سامح عبد الوارث وأشرف عواض وصابر حسين و... كانت المجموعة يعني من ده الجيل أنا بعتبره الجيل الذهبي بتاع النادي الأهلي يعني. صحيح. يعني من وجهة نظري أنا الشخصية عشان كده. كان كمان الصورة. طب ودي يا كابتن؟ دي بطولة أفريقيا هنا 90-91. دي 91. دي البطولة اللي احنا خدنا بقى دي بداية لما خدنا بعد ما خدنا الجزائر 89 جينا 91 كسبنا هنا. ودي كان نهائي الجزائر؟ كان نهائي الجزائر. دي انا شايف قلت كابتن حسام غريب كله نفس المجموعه دي بقى اللي كملنا بس كنتوا استويتوا بقى وخدتوا خبرات بالظبط ابتدينا بقى دي في الاعتزال. طب ودي يا كابتن دي؟ دي في مباراه اعتزالي. اعتزالك. طب مين اللي قصادك الناحيه الثانيه يا كابتن؟ عمر شوقي. عمر شوقي. كان حارس مرمى النادي الاهلي. حارس مرمى النادي الاهلي. طب ودي فين برده دي يا كابتن؟ دي في نفس دي في توت افريقيا برده. توت افريقيا 93 في كان كوت ديفوار. كانت بطوله افريقيا بتعمل كل سنتين 89 91 93. طب ودي يا كابتن دي بقى السفريه دي ولا دي بطوله افريقيا 85 في انجولا دي قبل بقى المعمعه قبل المعمعه كنا لسه بنبني بالظبط يعني هتلاقي طيب. كابتن عصام بركات ودي بقى مع النادي الاهلي ودي صوره مع ماتش نيجيريا دي برده في هنا اهوت في مصر سعيد. في صاله واحد صاله واحد ودي مع منتدى ده فرقه نيجيريا انا شايف نيجيريا دي كان بطوله افريقيا في صاله نادي الزمالك دي في صاله متعوبه ودي دي برضو نفس بطولة افريقيا بص الجمهور ورا من يومها كنت يد جمعت الناس كلها من يومها بصراحه هناك تايم جميله دي دي في صاله الامير عبد دي في الاعتزال برضو دي في الاعتزال اعتزلت كام سنه يا كابتن انا اعتزلت 34 دي مع كابتن الفي كابتن الفي وكابتن عبد العاطي انا بيقولوا لي كابتن الفي انا ما عرفتش كابتن الفي لا الالفي وعبد الرحمن كنا في رومانيا بس كان مع كابتن طلعت بس طبعا طول عمره لا بص ما شاء الله يعني ما شاء الله سينمائي لا والله بجد يعني جان يعني يا بجد يعني ودي كانت برضو فين دي بتهالي دي كانت دي في تونس اعتقد في صالة تونس يا تونس يا الاردن على ما تذكر دي بقى دي مع مع فولارا اعتقد دي كانت في ايطاليا كانت دي كانت في ايطاليا كنا بنلعب بطوله بتاعه تيرامو قبل كاس العالم او بعديها رجعنا لعبنا بطوله افريقيا دي في ايطاليا ذكريات ودي بقى فين دي في المجر كان مع بس مش عارف الكوبري اللي فات الكوبري اللي وراكوا ده افتكرت تركيا خليج البسفور دي كانت في المجر بس دي في المجر وكان معانا ساعتها الكابتن سمير عبد الدايم ودي دي اخر صوره بقى طب دي فاكر فين يا كابتن دي كان برضو في ال دولة افريقية ورا في سمر كده او حاجة بس حابة ممكن تكون ساعة البطولة ديت المجموعة ديت بص حتى بص الخلفية كانت بطولة افريقية طب خلينا نتكلم يا كابتن عن 91 بدأت 90 بدأت رحلة كرة اليد اللي ما زالت مستمرة حتى الآن فعلا واللي توارثتها أجيال احنا بنتكلم في 30 سنة 30 سنة بالظبط 90 واحنا 21 سنة ايه السر يا كابتن في اليد ان 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 جيل بيسلم جيل وماشيين على نظام واحد والسيستم واحد والاتحاد اللي بيجي مهما كان كل حته فيها خلافات ولكن بيبقى فيه الدنيا بتبقى ماشيه بس خليني اسمع رد حضرتك بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن ياسر لبيب عندنا كلام كتير جدا عن كره اليد ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع كابتن ياسر لبيب كابتن يمكن قبل الحوار كنا او قبل الفاصل كنا بنتكلم عن كره اليد وليه كره اليد ماشيه كده ايه الفكر ايه البوينت اللي هنا اللي ميزه كره اليد من 30 سنه و 31 سنه هو بص لو جينا نتكلم من بدايه من التسعينات ابتدى الفكر يتوجه يعني قبل الفتره اللي قبل كده كان معظمها المدربين مش على مستوى عالي يعني مدربين كويسين بس ما هماش عاليين المستوى لكن لما ابتدينا الاول بدايه مع كابتن جمال وتشكيل المجموعه ديت المنتخب ديت اللي هي كان فيها عناصر يعني كنت انا اكبر واحد في المنتخب في الوقت ده عندي 24 سنه 24 سنه اكبر لعيب في المنتخب الباقي كله تحت اقل ما بتكلم في 66 68 دول كانت المجموعه بدا جه مستر تيدمان معانا في التسعينات وكان معاه كابتن عاصم السعداني وبدانا يبقى في تخطيط بقى ان انت بتلعب او بتطلع بره اولا هو غير لك المنظومه وغير لك فكره الدوري غير نظام الدوري المسابقات لازم تتغير طبعا تتغير تماما بدا يحطك في شكل قريب من شكل المسابقات الدوليه تمام ان انت بتلعب دورات مجمعه 3 4 ايام كان اياميها تلعب 3 4 ايام وتريح يوم وهكذا فابتدا هو يحط لك
بلان للمنظومه بتاعت كره اليد بيخطط او هو اللي بيخطط بالظبط ومع الانديه غير التنفيذ يعني هو كان قرار الشكل المسابقه تبقى كذا احنا عايزين كذا معسكرات يوم كذا توقف يوم كذا كل حاجه حط بلان محطوطه واحنا ماشيين عليها اي حد عايز ينجح يعمل كده بالظبط بالظبط هو ده اساس النجاح صحيح يعني ده اساس النجاح كانت هي النقطه دي ومشينا على هذا النظام بين نطلع الى الاحتكاك كله مع منتخبات ده اللي كنت نمره واحد صح. يعني انا كان حلم ان انت تشوف مثلا ايرارد باندرليش في الثمانينات لا انا رايح وبلعب قدامه وبمسكه وبزقه وبيزق ايدي بالظبط هو انا كنت ما كنتش ينفع ازقه هو اللي بيزق لا وزق عادي ابتديت بقى لا خلاص انت ابتديت تلعب على المستوى دوت ابتديت طبيعي بدنيا وفنيا ابتدينا نعلى منتخب المانيا الشرقيه بتلعبوا ثالث عالم عادي انت بتلعب معاهم في نفس المستوى مش عايز اقول لك ان انا الفتره اللي قبل ديت احنا كنا بنلعب منتخب المانيا الشرقيه الناشئين سوري الشباب انت خسران منهم فرق 10 شوط الاولاني و10 شوط الثاني طبعا ابتدينا ده قال لا ده انت ابتديت بقى تلعب منتخب المانيا الشرقيه راس براس تطلع معاهم فرق 3 بالعافيه يعني هم يكسبوك فرق 3 بالعافيه تخطف منهم ماتشات اتجرأنا بالظبط فابتديت بقى خلاص انت ما بقاش في فرق ابتديت في فترة السنوات دي ابتديت ما بقاش فيه فرق ابتديت روحت ببطولة العالم حققت المركز ال 12 كان الجزائر بعد كده على طول تطلع اخير كنت انت اول فرقة تاخد المركز دوت ابتدى يزيد عدد الفرق اللي بتخش من افريقيا تمام فانت اول واحد يعني يمكن منتخب مصري اتاح الفرصة لمشاركة عدد اكبر من الفرق الافريقية صحيح والجميل ان اللي بيجي بيمشي على نفس السياسة يعني انتوا زرعتوا ده بنكمل بقى كله بيكمل للاسف لغايه دلوقتي هنلاقي منتخبات الطايره مثلا الطايره السله بلاش القدم بيلعبوا منتخبات بيروحوا يلعبوا انديه في اوروبا يعني ما بيلعبوش حتى يعني مثلا انا ما شفتش منتخب مصر يلعب منتخب فرنسا ماتش ودي ما شفتش ده انتوا في اليد على طول بتشوفوا لا خلاص انت بيجيلك دعوات بيجيلك دعوات بتجيلك الدعوه بالاسم انا عايزك الدوره الفلانيه بالظبط انا ما شفتش منتخب مصر مثلا في الكره الطايره بيلعب مثلا منتخب مثلا نقول البرازيل ماتش ودي ما بشوفش ده بس لا. الحقيقه في اليد بنشوفه طيب خلينا اروح على تجربتك مع اللجنه الاولمبيه الاماراتيه اكيد 8 سنين اتعلمت اكيد طبعا في تخطيط في شغل في الوقت اللي برضو كان بيتاسس لعبات جديده هناك زي الكوس والسهم زي ما شفنا كلمنا عن تجربتك دي واهم المحطات اللي فيها يعني بص بدايه انا ابتديت يعني بعد ما سبت التدريب واتجهت اللجنه الاولمبيه مش عايز اقول لك برضو ان هو هناك المستويات ما هياش يعني عاليه طبعا عاليه القاعده عندنا اعرض اكيد كتير يعني في فرق كبير ولكن هم مميزين في الالعاب الفرديه ممتاز يعني هم كانوا مميزين في الالعاب الفرديه لما ابتدينا نشتغل ابتديت اعرف ان مثلا ايه ابتديت يكلمني ناس من قصص احنا دخلنا اللعبه في فتره وعايزين نبتدي ننشر دي صور ليك هناك دي في الامارات مش كده يا كابتن ودي كان في دوره تدريبيه كانت معموله في الامارات خاصه بالمدربين القصص كنت لسه بتاسسوا الرياضه دي لسه بسم الله الرحمن الرحيم بالظبط في الامارات فلا هي كانت موجوده بس مش معروفه ما حدش يسمع عنها فانتوا بقى في مرحله انتشار فابتدينا ناخد الخطوه ديت فكان ساعتها كان المستشار محمد الكمالي كان هو امين عام للجنه الاولمبيه فجاب خبير اللي هو كوريا دوت وقال لي انت مسؤول عن اللعبه ديت ممتاز فابتدينا نشتغل على هذا الاساس وابتدينا بعتنا ابتدينا نراسل شركات بره جبنا الادوات نفسها القوس والسهم احنا بقينا نشتريها لان تكلفتها كانت عاليه على بعض اللاعبين والانديه لازم الاتحاد ولا يتبناها فابتدينا نعمل الكلام ده دخلناها ضمن مسابقات الاولمبياد المدرسي في المدارس في المدارس فابتدينا نعمل المسابقات ديت الاول كانت بيشتغلوا مثلا على 18 متر بس فابتدينا قلنا لا لازم نبتدي نزود طبعا. عشان نوصل للبطولات العالميه والاولمبيه اللي هي 70 متر ممتاز فابتدينا من هذا الاتجاه ابتدينا نشتغل وابتدت اللعبه تتطور وبقى في انتشار طبعا وفي انديه شغاله غير الاخر خالص غير البدايه. بس طب خلينا اتكلم دي يمكن في النهايه كان الحته دي يمكن في بداياتك بقى يعني اول ما رحت اللجنه الاولمبيه انت رحت الاول كره يد مرنت اهلي دبي صح وقعدت معاهم وخدت معاهم كاس الامارات وبعد كده اتجهت اللجنه الاولمبيه بدايتك مع اللجنه الاولمبيه الاماراتيه كانت ازاي يعني هي كان جت فتره بعد ما النادي الاهلي يعني بعد ما سيبنا النادي الاهلي
كنت قاعد مع سعد سوسو في السركال يعني هي كانت قاعده فقال لي رايك يعني كان ساعتها كانت الانديه الناس بتتكلم معاك فالكلام ما كانش يعني يعني عاجبني فقال لي ايه رايك تشتغل معانا في اللجنه الاولمبيه قلت له يا ريت وانا كنت برضو داخليا كنت عايز ابعد عن الاسترس بتاع المدربين يعني شغل المدربين برضو انا بصراحه انا تعبت يعني تقعد وتقعد بص نفسك قاعد 3 4 ساعات قاعد بتحلل في مباريات وبتاع وتقعد تحلل اللعيبه بتاعتك 16 لعيب وهو اللعيبه يعني مش فاهم الكلام ده كارير فانا كنت عايز ابعد عن الاسترس ده فقلت يعني فضلت ان انا ابقى كارير ورحت اللبنانيه الاماراتيه بدايتك كان معاهم بقى ايه كان اختصاصك ايه كان يعني يعني بدات ازاي معاهم هي يعني. بص انا يعني كان تخصص ان انت ماسك العلاقات اللي هي مع الاتحادات واللجان الاولمبيه الخليجيه كنت بتطلع انت الاجتماعات بتاعه اللجان الاولمبيه الخليجيه بتقعد بتشوف وتشوف المشاكل ايه في جميع الالعاب بقى وتبتدي تحضر انت مثلا تبقى عارف ان في مشكله مثلا في حاجه في اللعبه الفلانيه فبتبتدي تحضر وتشوف ايه المشكله دي سببها ايه ووصلت لايه بحيث ان هي بتروح الاجتماعات ديت اللي هي بتاعه المجالس الاولمبيه الخليجيه بتروح وتقعد هم بيناقشوها بقى طب وعلى مستوى الاماراتي هل كان في مشاركه اولمبيه في الفتره اللي فاتت مثلا الاولمبيات مثلا ريو دي جانيرو كان في مشاركه قبلها شاركوا في لندن كنا مشاركين بفرقه كوره كمان كان في اسيا كان طالع تاني واخد فضيه في اسيا وشارك في لندن تمام طب خليني عايز اتكلم مع الاولمبيات بقى وعلى ماتش المانيا اللي جاي بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن ياسر لبيب ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد كابتن ياسر احنا عندنا ماتش الثلاث المانيا دور الثمانيه المانيا زي بتاعت زمان ولا تختلف ولا اقل اكتر والله بص هو زمان حاجه ودلوقتي حاجه سواء هي زي زمان او اقل انت كمان انت مش قليل حلو. يعني انت فرقتك ما هيش قليله انت زيك زيهم او زيك زي اي فرقه في العالم حتى بما فيهم الدنمارك اللي هي بطل العالم يعني لازم انت كلاعب المصري دلوقتي انت عندك لعيبه على اعلى مستوى بما فيهم علي زين احمد هشام سند بوجي سوري بكار مين تاني الدرع الفرقه كلها ممدوح هاشم كل الفرقه الحراس المرمى بتوعك على كل يعني طالما انت بتلعب من الاول السادس ده فيش فرق احنا النهارده الدنمارك فين مش هي كانت بطل العالم من النهارده هي رابع اوروبا صح النهارده يعني هي جايه تلعب على ميداليه وانت كمان جاي تلعب على الميداليه انا ما اعتقدش المنتخب ده رايح ان هو تمثيل مشرف او يوصل دول الاربعه لا احنا لازم عجبني طموحنا الطبيعي انا في 96 كنت رايح كان نفسي اختم حياتي يبقى معايا ميداليه ما انت انا كلاعب لو انا ما حققتش الكلام ده يعني كل اللعيبه ديت ما شاء الله كلهم 96 خدنا سادس واحد الواحد الماديه اعتقد ان ما فيش حد ما عملش فلوس صح احنا جينا ما كانش فيه الكلام ده صح. بس كان كل طموحي ميداليه عايز بطل يبقى معايا ميداليه اولمبيه انت خدت سادس خدنا سادس في اطلانتا وبعد كده هم خدوا يعني المجموعه اللي كملت بعد كده في كاس العالم او لا بس ده احسن انجاز اولمبي احسن انجاز اولمبي سادس جيلك اللي وكان ممكن نعمل احسن من كده يعني لو كان معانا مدرب بمستوى المدرب الموجود حالي احنا كان ممكن نوصل بسهوله الفاينل نوصل سيمي فاينل مرتاح مرتاح يعني العناصر كانت موجوده ايامين افهم من كلام حضرتك باحترامنا لالمانيا طبعا على راسنا من فوق ولكن احنا ما نقلش عن اي فرقه حتى الدنمارك بطل على نفسها حتى الدنمارك يا كابتن هيثم احنا بنتكلم دلوقتي انت لعيبتك مصنفه عالميا ومنهم لعيبه احسن لعيبه في العالم في الناشئين لو انت اتفرجت على احمد هشام دلوقتي هشام دودو علي زين وصل لمستوى من النضج برشلونه ان هو كان لعيب بيلعب خلي بالك ده جاي منين؟ من لعيبه جاي من الشرق الاماراتي جاي الشرق الاماراتي يعني قصدي اقول لك مش جاي من دوري قوي شافوه في دوري قوي لا هو اتشاف في المنتخب لكن هو ما شاء الله يعني انا علي لما جه الامارات في بدايه وجوده وتواجده في الامارات ما كانش عاجبني يعني كنت حاسس ان هو بينزل لا دلوقتي وصل لمرحله من النضج ابتدى بقيت شايف الملعب كويس بيخلص وقت في الوقت الكره المناسبه بيسقط على الدايره برشلونه خليته من المنتخب يعني شافوه ودرسوه ودرسوا لعبه من المنتخب دي اكيد يعني اصل يعني خلي بالك كمان هم بيتابعوا في كل حته ما هو مش منتخب بس يعني هو لاعب في بطولات اسيا مع فرق من قطر ولاعب مع الشرق مباريات كتير ولاعب مع منتخب مصر ف
فهو متشاف يعني الناس دي برضو بتتابع في كل حته, مش من يعني مش بتفرجش عليك بس في منتخب مصر, لا بشوفك في كل حته. يعني يا كابتن لو قلنا مثلا محترفين احمد هشام دودو مثلا ماشي صح, وعندنا سند وعندنا علي هاشم ويحيى خالد وممدوح هاشم وعندك كمان وعندك الحراس الحراس الهنداوي في تركيا وكان الطيار كان موجود بره كان في في في, في فرقه برده في اوروبا. عندك اجانب عندك يعتبر محترفين في, في 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 فرق اوروبيه واخدين ورانكد يعني مصنفين, فانت شايف ان احنا ما نقلش عن اي فرق ده؟ لو حد قال عكس كده يعني انا يمكن كان ليا تصريح, انا كنت بتكلم مع ايمن صلاح من بعد بطوله العالم لما كنت شايف التعليقات بتاعت الدنمارك, انا مش غاوي تعليقات قوي على فيسبوك والكلام ده كله بتقرا بس فانا شايف الناس بتتكلم لا احنا عملنا اللي علينا, لا يا جماعه احنا ما عملناش اللي علينا. انت كنت تستحق ان انت تكسب الدنمارك وكان لازم تكسب الدنمارك. انت بطلوع يوهانسن من الـ من الـ من المباراه لما خد كارت احمر انت كان لازم تكسب مرتاح. بالمناسبه ايمن صلاح رئيس البعثه هناك, انا عارفه هلا يعني انا متابع لا طبعا عارف. فانت اوريدي انت كان الفرقه كان وهو كان متفق معايا تماما, قال لي انا متفق معاك تماما كنا نقدر نكسب كان لازم تكسب الدنمارك خلاص, ما يعني كنت قربت. لازم انت كلاعب لازم تبقى عندك الجزئيه دي, طمع في الجزئيه ديت, لا انا عايز لازم اكسب وانت مش اقل من اي حد يعني, ولا انت اقل من الدنمارك ولا اقل من السويد ولا اي فرقه ولا اي فرقه. دلوقتي الجيل ده ما يقلش نقدر نكسب يعني هو لازم ماتش المانيا, هو لو اللعيبه مركزه وانا نازل عشان اكسب, انا عايز اعمل حاجه في الاولمبياد دوت, لان انت كلاعب لازم تعمل حاجه. ما انت لو ما حققتش, انا لو جيت يعني اوقف لعيب مصري مهما كان وقفه مثلا جنب يوهانسن واشوف تاريخ ده واشوف ده, انت مكسر الدنيا في مصر لكن تاريخك ايه الدولي على المستوى الدولي ولا عملت كاس عالم ولا حققت ميداليه اولمبيه, يبقى لازم اللعيبه انا افكر في لازم تقطع لازم يبقى ده اتجاه اتجاه. وهو خلي بالك ده من ضمن نجاحات الهاندبول, انت دايما باصص في الجزئيه دي, انت مش بص افريقيا ودوري لا لا لا, انت دايما اتجاه كاس عالم اولمبياد, انت عايز توصل كاس عالم عايز توصل اولمبياد عايز تحقق حاجه هنا عايز تحقق حاجه هنا, فده من ضمن نجاحات كره اليد في طب يا كابتن يعني تاهلنا او يعني احنا خسرنا بس من الدنمارك والسويد كسبناها, شايف ده يعني تاهل عادل ان احنا نتاهل للوصيف ولا كان ممكن كمان نكسب الدنمارك ولا الماتشات بتبقى بالمستوى ده يعني في ماتش الدنمارك ما اقدرش اقول ان انت كان تستحق يعني الماتش الاولاني كنت تكسب ماتش كاس العالم كاس العالم اللي كان هنا في مصر كنت تكسب الدنمارك, لكن في الماتش ده لا ما كنتش تكسب الدنمارك. السويد احنا عملنا ماتش حلو جدا الماتش السويد انت يعني طول المباراه يعني وكريم هنداوي عامل ماتش عالي والناس كانت مركزه ولا كان مختلف. طب ايه اللي بيميز المانيا يعني دايما الكره البدنيه المانيا بص يعني مشكله يعني الميزه عند المانيا ان هم اقوى وعندهم حراس مرمى كويسين مش وحشين, لكن انت فنيا واللعيبه بتاعتك احسن كتير يعني هم هتلاقي عندهم لعيبه اثنين الكوتش بتاعنا انت ماشي بالظبط دي حاجه ثانيه وعندك حراس مرمى على مستوى عالي. اللي كانت مشكله المنتخب في الفتره الاولانيه او في بدايه المباريات دفاعيا دفاعيا ومن ضمنها حراس المرمى, ما انت لو انت ما دافعتش الحارس مش هيشيل وحتى لو شال شوط عليه 18 كوره غير لما تشوط عليه 10 بالظبط ولما تشوط عليه وانت مرتاح غير لما تشوط عليه وانت تحت ضغط بالظبط ال 18 دول راحوا ازاي صح فتفرق يعني يمكن ده في ماتش السويد شفنا الكلام ده. لما اتكلمنا في موضوع بقى المحترفين يعني انا عجبني جدا احمد هشام في الثقه صحيح عجبني صح. سند يعني يمكن سند بدا مش عالي لعب ماتش اول ماتش كويس تاني ماتش نزل ماتشين وبعدين ابتدى يعلى تاني ابتدى دي مثل الاحتراف يعني هي دي بتعرف تجيب نفسك بالظبط تقدر تلم نفسك تبقى عارف انت مش ماشي حتى اللي مش محترف يا كابتن احمد درع احمد الاحمر حتى اللي مش محترفين جامدين جدا لان هم برضو الناس دي عندها خبرتها يعني خبرتهم عاليه ما هوش يعني انت لو جيت حسبت الكل ده لعب كام ماتش دولي هتلاقي كتير صحيح يعني سواء الدرع خالد يعني يحيى خالد تواجده في الدوري الاوروبي والكلام ده لا طبعا عمل طفره كبيره جدا بس يعني احنا محتاجين منه ثقه كمان زياده لازم عنده ثقه زياده اكيد في نفسه مش اللعب ما يبقاش كله من 7 متر والكلام ده يحيى عندك القدره بقوتك الجسمانيه بقوه التصويبه اطلع من 9 متر شوط صحيح يعني انا عجبني الدرع في الماتشات الاخيره ان هو ابتدى يشوط اسرع هدف هو الحق. احمد هشام انا بكلمك عليه لان احمد هشام اجرا واحد في المنتخب كل الناس التصويب كل الناس ما شاء الله عليه يعني الناس عليك كده كابتن والله نورتني وشرفتني يا كابتن وعايز اقول لك اللقاء مر سريعا بس الحقيقه بشكرك كابتن ياسر لبيب نجم طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر شرفتني ونورتني في قناه الاهلي يا كابتن الله يخليك ده يعني ده شرف ليا انا وان شاء الله نبقى المره الجايه بنتكلم بقى ايه
في السيمي فاينل والفاينل، ونتمنى ان منتخبنا ان شاء الله يوصل ونحتفل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا كابتن عيسى. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع كابتن ياسر لبيب، احد رموز كره اليد ومن الشخصيات طبعا اكيد اللي كان ليها دور كبير جدا مع منتخب مصر في البدايات. بشكركم شكرا جزيلا، ولحلقه جديده مع الابطال.